زي كريستيانو لتك انا وانتي لوحدنا. الله يخرب بيتي يا طاري. النسخة الأصلية عندي. كده مبسوط ما شاء الله وجايب معاك أغراض. أيوه جايب ألعاب الأسعد حبيبي كورة. جايب له أيوه كورة يلعبها. يا ولد انت محمد تعال وجهي يا ولد انا اصعد الصغير ايام جايب كوره عشان يلعب فيها كيف حيلعب فيها وهو صغير؟ ايوه يا خالي انا اهيئه للمستقبل يلعب فيها يعني اهيئه للمستقبل عشان ان شاء الله بكره يصير لاعب 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 كبير زي كريستيانو. يصير زي ايه؟ ايوه زي كريستيانو شهره وفلوس حاجات. قلبي ايش بك؟ انا ضغطي. ايش بك يا خالي؟ ابشك وتقولها كده في وشي دايركت تقولها في وشي. ايش؟ ايش اللي يطلع لاعب وما لاعب وكريستيانو؟ حفيد اسعد عمر قال لي يطلع ضابط ويدخل المجال العسكري يكمل مشوار جده. لا يا حبيبي. ايش اللي لا؟ لا يا حبيبي مو على كيفك يا حبيبي. ايوه الاسم قلنا يلا نمشي كمان تبغى تصير يعني تتحكم في مستقبل ولدي. لا يا حبيبي بعيد على شنبك. بعيد على ايه؟ ايوه بعيد على شنبك. على شنبي يعني؟ ايوه انت يا فؤاد. ايش بك؟ مو عاجبك الكلام اللي اقوله؟ اسعد الصغير ايوه حيطلع ضابط. أسعد الصغير هيطلع لاعب زي كريستيانو. إيش رأيك؟ أنت إيش رأيك؟ إيه؟ أنا لما أقول كلمة إيه؟ ما أحب أكررها. أسعد الصغير إيه؟ هيطلع ضابط. يطلع كريستيانو. أسحب السيارة منك. إيش يطلع أسعد؟ ظابط يانو. ما اسمعك. ظابط يانو. ايوه ظابط يانو يعني ارضيك وترديك. في النص منه كريستيانو ومنه ظابط. ظابط يانو حبيب الله. يا حبيبي الله يسعدك. قصدي يعني ما تصير مشاكل مع البنات تحرشات. ايوه في تحرش حقيقه. تحرش في تحرش من قريب حصلت مشكلة مرة كبيرة. شو صار؟ واحدة مسكينة ركبت مع مجرم. مجرم؟ ايوه مع مجرم. اول ما ركبت معه قال لها ايش اسمك؟ وش قالها؟ ايوه مو ايش اسمك كده لا قال لها ايش اسمك؟ ايوه يا قمر. ايوه بعدين هي خافت. ايش اللي ايش اسمك؟ قام ايش قال لها؟ قال لها اقول لك ايش رايك تروحي معايا مكان لتكي انا وانتي لوحدنا. وين نتكي؟ مو انتي. لا مو انتي. انا اتكلم عن الذئب البشري. الذئب البشري اللي قاعد حكيتي عنه هذا. وبعدين؟ ايوه قامت البنت قالت له حرام عليك انا مسكينه. قام ايش قال لها؟ اسمعي انا رجال مجرم والله اخطفك دحينا فيا اسكتي وهدي تعالي معايا من سكات. كلب والله انه كلب. كلب والله قام كلب. البنت المسكينه صارت تصرخ. قام ايش قال لها؟ شوفي كيف ايش قال لها. اسمعي وطي صوتك والله دحين اموتك هنا في مكاني. طيب وش سوت البنت؟ اشتكت. ايوه البنت اشتكت. مسكوه. حكومتنا الرشيدة ما تقبل المشي البطال هذا. لا مكان للذئاب البشرية
في هذا الوطن المعطاء. يعني سجلتيني وما أدري وقصيتي كلامي وحطيتيه على كيفك عشان تطلعيني متحرش يا نصابة يا واطية. لا تسب ولا والله انشر لك الفيديو الحين. ما راح تقدري تنشريه. عارفة ليه؟ ليه؟ لأني راح أكسر لك الآيباد هذا حقك أفتفته تفتيت. ومرة ثانية لو صار الكلام هذا أكسر لك راسك أقطعه تقطيح أقرنعك. أنا انت ما تعرفي فهد لما يعصب ايش يسوي. ايش بك تضحكي؟ كسره زود بعد اذا تبي. اللي في الايباد نسخه، النسخه الاصليه عندي. خاف الله يا بنت الناس، خاف الله يا بنت الناس. انا راجل متزوج ودوب جاني ولد صغير. ما شاء الله، صح اللي خالك سماه غصبا عنك. ايوه هذا. طيب ابي قيمه سكوتي وما بنشر الفيديو. يا مفتري خلينا نحل الموضوع مع بعض. بردت القهوه بروح اسوي غيرها. الله يستر عليك يا الله يخرب بيت شيطانك، الله يخرب بيت شيطانك، ابو شكلك على ابو قهوتك علي. يا الله ايش انا التوبه العدم، كل عدم تنى. انا اسفه. أنا أسفة، ما شاء الله تبارك الله، أنا أسفة. أنا بالله كيف أطلع عند النافذة؟ كيف أروح بيتي ها والدم مرطرط، الصدير مرطرط، الفطرة مرطرطة؟ إيش أسوي فيك أنا؟ إيش أسوي فيكي؟ إذا حاب تغير ثوبك ترى تقدر تروح غرفة البابا الله يرحمه فوق. غرفة البابا؟ أنا أطلع لغرفة بابا الله يرحمه عشان أغير الثوب؟